ونتابع جانبا من عرض فريق الألعاب الجوية المصري النسور الفضية استعدادا لبدء العروض الجوية المشتركة بين القوات الجوية المصرية والسعودية. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر انطلاقه في 3 وحتى 5 من سبتمبر المقبل بمطار العالمين الدولي. تأتي هذه العروض ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية.